السلام عليكم. خرجت الآن من البيت وأنا ذاهب الآن إلى السوق. الجو جميل ومشمس، وانظروا السحاب شكله رائع. هناك الكثير من الأشجار، وهذه شجرة الكبيراء الجميلة. شجر الكبيراء في كل مكان. الكلب ينبح، صوته عال عال جدا. نحن الآن ذاهبون إلى موقف الحافلات. أسكن وأسرتي في ضاحية جديدة بعيدة بعض الشيء عن المدينة. في طريقي إلى موقف الحافلات أمر بهذه الغابة الصغيرة كل مرة. توجد مقاعد على جانب الطريق لمن يريد أن يجلس قليلا. وصلنا تقريبا إلى موقف الحافلات هناك. وصلنا بالفعل إلى محطة الحافلات أو موقف الحافلات، وهنا تنتظر الحافلات موعد سيرها حسب الجدول. ننتظر الآن هذه الحافلة من نوع ترولي باص، سنركبها. ركبنا الآن حافلة الترولي باص ودفعت الأجرة للسائق وأعطاني التذاكر. وهذا باقي الأجرة. ننزل الآن من الحافلة. نزلنا الآن من الحافلة. نزلنا من الحافلة ويجب أن نمر الطريق من هنا. مررنا الطريق ونسير الآن إلى السوق. ها هو هناك سيلجروس. هذا محل كبير فيه كثير من المنتجات مثل السوق. هذا هو منظر السوق من أعلى. يعمل 24 ساعة في اليوم. وصلنا الآن إلى بوابة السوق. سآخذ عربة تسوق من هنا ثم ندخل. اشترينا حاجاتنا من السوق ثم خرجنا من السوق، والآن نحن في طريقنا إلى البيت. طلبنا سيارة أجرة وسنركب فيها في طريقنا للعودة إلى البيت. نحن على وشك الوصول إلى البيت. وصلنا لتونا إلى المنزل. شكرا جزيلا وأراكم قريباً.